ازيكم يا اصحابي في قناة العاب حبيبة الاطفال. النهاردة معانا القط توم. هو طبعا عايز ياخد ذهب ياما عشان طبعا في حرامي سرق بيته، مش عارفة دي ايه، بس المهم يلا بينا نبدأ. ومتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة. يلا بينا نبدأ بقى، يلا جو، يلا ابدأ. ده مسابقة يا اصحابي، يا رب اكسب يا رب اكسب. بسم الله انطلق. يلا اجري اجري. طبعا ده صعب قوي المصارعة دي، بس لو خبطت في اي حاجة عادي. المهم يلا اجري اجري. يلا يا توم قربت، يلا يا توم يا توم يا توم. مش هلعب انا في المسابقة دي تاني، انا خايفة. اجري يا توم اجري اجري، هتخسرنا يا سيدي توم. يلا يلا. خلاص يا توم قربت النهاية. خلاص بصوا بصوا، خدت الكاس يا اصحابي، شايفينه اهو، هنا اهو. هدوس عليه كده، محتاجين نشربه ميه من ايه 5 ثواني. معلش ايه ده، بتدرب بتدرب يا ماما، عايزين لعبة تانية يا بابا. طبعا انا هنا بصوا غيروا لي المكان عشان بدربه جامد اهو. الميه اهي، خدت الميه، لازم امسك فيها جامد واخد الميه. مش عارفه هنا لو خسرت هيحصل لي ايه. لازم اركز عشان هما مخليني اتدرب. بص الميه دي هتخليني اشربها، محتاجه اركز جامد. مشربش ميه كتير بقى، انا عايز ميه. احنا هنضطر نعيد تاني ونشربه ميه. يلا بينا تلعبي لعبتنا جو. يلا بينا عشان يا صحابي دي بقى اللعبه العاديه. خلاص بقى المسابقات والحاجات، فازوني الارشمين، بس انا فزتها في التاب بتاعي، كان ده التليفون بتاع ماما مش عارفه ليه، بس انا كده خدت ده عشان كنت اخده لماما، فده بقى بيخليني كده تاخدي حاجات حلوه زي شفت الشكل اللي كان قبل دي كده. لا تكريم طبعا حلوه دي. دخلت النفع. عايز اضيع كل قوتي في دول، ده صعب خالص، مش مصدقة مش مصدقة، صعبة خالص، بس لعبة هايلة يا صحابي، ممتعة جدا، جميلة قوي. ماشي
ممتعة وهايلة، لعبة جميلة قوي. بصي باخد مسدس اضربهم بيه. هي خلاص عديتها وصلت للنهاية. بصوا الكافي ده صعب قوي، ولا مش عارفه ايه النفع ده صعب. وبصوا ده صعب قوي على فكرة عليا، شوفوا صعب ازاي. حاول تكتر يا تاني، تكتر ده تبين تومي. وكده يا اصحابي نكون نهاية فكرتنا، اتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في قناة العاب حبيبة للاطفال وتعملوا لنا لايك واشتركوا في القناة. مع السلامة.